السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل النموذج الثالث من نماذج الامتحانات الرياضة البحتة الخاصة بطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلم. طبعا ده النموذج الثالث من نماذج الاختيار من متعدد. احنا حلينا اول 10 نماذج اللي هم كانوا بينزلوا كل سنه، ولكن قلنا في 5 نماذج بحته و5 نماذج تطبيقيه، دول اول مره ينزلوا السنه دي فبدانا في حلهم. حلينا اول 2 بحته واول 2 تطبيقيه، وجاي الدور النهارده باذن الله عشان نحل النموذج الثالث البحته. جميل، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شار الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس باذن الله. يا ريت الناس ما تقلقش، هنعلن قريب عن خطه المراجعه اللي هنمشي بيها في القناه باذن الله، هتبقى مراجعه مهمه جدا جدا، ما تقلقش كله معمول حسابه ان شاء الله. جميل، تعال يلا نبتدي في حل التمارين بتاعتنا. السؤال الاول بيقول لي نهايه لما ص تقترب من 2 ص اس 5 ناقص 32 على ص ناقص 2 او خطوه في اي نهايه تعويض مباشر، هعوض تعويض مباشر، هتطلع معايا 0 على 0 كمية غير معينة. جميل، أول يا باشمهندس أصلا وأنت بتعوض مباشر أنت عوضت إيه؟ 2، شلت الصاد وحطيت 2، بقت 2 أس 5. جميل، أنت عارف لو أنت عملت 2 أس 5 اللي هي 32، ما عشان كده طلعت لك 0 على 0. طب ما خلاص أنت تعرف الـ 32 دي ممكن نكتبها 2 أس 5 بس بكل بساطة. يبقى نهاية لما ص تقترب من الـ 2، أدي ص أس 5 والـ 32 2 أس 5 على ص ناقص 2، ده شبه طبعا شبه نظريه 4 اللي بتقول لك اس البسط على اس المقام، طبعا اس المقام هنا بواحد، 5 على 1 فال 5 فيما يقول اليه النهايه اللي هو الاثنين، فاس البسط ناقص اس المقام اللي هو 5 ناقص 1 يديك 4. طبعا 2 اس 4 او هو ما فكهاش، هي تبقى 5 في 2 اس 4 اللي هو الاختيار رقم ده، لان هو هنا ما فكهاش، هو جاب لها ناتج نهائي. جميل، السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث ا ب ج اذا كان نصف قطر الدائره الخارجه للمثلث 4 سم، يبقى هو هنا عاطي لي ان نق بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 4 سم. فبيقول لي فان ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه على ج ا زائد ج ب زائد ج ج. يا باشمهندس هو عمل ايه هنا؟ يا باشمهندس هو جمع المقدمات على مجموع التوالي. ازاي؟ قلنا ان ا شرطه على ج ا بيساوي ب شرطه على ج ب بيساوي ج شرطة على ج ج، وكل ده ممكن نجمع المقدمات دي كلها اللي هي ألف شرطة وباء شرطة وج شرطة على مجموع المقامات كلها اللي هي التوالي ج ألف زائد ج باء زائد ج ج، صح؟ مش هو ده اللي هو عمله؟ قلنا كل ده في النهاية بيساوي 2 نق. يبقى أنا بالنسبة لي المقدار ده كله بيساوي 2 نق. طب ما هو النق بأربعة، يعني ده بيساوي 2 في 4 بيساوي 8 اللي هو الاختيار رقم ج يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. سؤال رقم 3 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي 2 أس س، عايز مني لوغاريتم دالة س للأساس 2. جميل، أعمل فيها إيه؟ أدي لوغاريتم أساسه 2. دالة الس دي يا باشمهندس هاخد دي كده اللي هي 2 أس س. جميل، أنا شلت دالة الس وحطيت مكانها. طبعًا يا باشمهندس عارفين اللوغاريتم بيطرد الأس بره، فدي هتنزل بره كده، يبقى س لوغاريتم 2 للأساس 2 طبعًا بكام؟ بواحد. يبقى في النهاية الاختيار بتاعي هو س اللي هو الإجابة رقم ب. بسيط جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان لوغاريتم س للاساس ب ولوغاريتم 3 للاساس ب بيساوي لوغاريتم 27 للاساس ب ناقص 1. قلنا يا باشمهندس هو ممشي المساله كلها لوغاريتمات اساسها ب، يبقى انا لازم اخلي الواحد ده برضه حاجه لوغاريتم اساسه ب. طب ما احنا عارفين ان الواحد ده اللي هو لوغاريتم ب للاساس ب. جميل، هو عايز مني قيمه الس بدلاله الب، فالافضل اخلي ادي لوغاريتم س للاساس ب في طرف وأود كل الباقي ده كله في طرف تاني. ازاي؟ ادي لوغاريتم 27 اساسه ب، وقلنا الواحد ده خليه لوغاريتم ب للاساس ب، وهود دي كده الناحية التانية فهتروح بالسالب، يبقى سالب لوغاريتم 3 برضه اساسه ب. ادي كده يا باشمهندس لوغاريتم س اساسه ب. تعال نظبط دي كده، ده كده طرح اي حاجة كده بالنسبة لي في الاول موجبة في البسط، ادي 27 ده لوغاريتم برضه اساسه ب. جميل، ده كده الطرح، فده هيبقى في المقام اللي هي باء وتلاتة، يبقى هنا تلاتة باء. جميل جدا، طب ما تيجي نختصر ده، ادي اللوغاريتم اساسه باء على تلاتة في الواحد على تلاتة في التسعة، يعني بيساوي تسعة على باء. ده لوغاريتم اساسه باء وده لوغاريتم اساسه باء، يبقى بالنسبة لي اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى من هنا ان س بتساوي تسعة على باء. هو هنا عايز قيمة الس بالنسبة لباء، هل الس بتساوي تسعة في باء؟ برضه لا، غلط. هل الس بتساوي تسعة باء؟ لا، ده بتساوي تسعة في واحد على باء. طب هي هل هي بتساوي 9 على باء؟ ايوه يا باشمهندس اللي احنا مطلعينها، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم. السؤال
اللي بعده بيقول نهاية لما س تقترب من الصفر. طبعا يا باشمهندس تعويض مباشر هتديك صفر على صفر. قلت لك لقيت اس سالب، يا اما تاخده عامل مشترك يا اما تضرب المعادلة كلها في س. عادي جدا الاتنين صح. ادي نهاية لما س تقترب من الصفر. لما تيجي تاخد الس عامل مشترك خد الس الصغيرة، فانا اخد هنا س اس سالب واحد عامل مشترك. هنا يا باشمهندس هيفضل ايه؟ ركز بقى معايا، التلاتة دي ماليش دعوة بيها. هنا عندما باخد عامل مشترك بطرح الاسس، خلي بالك دي اسها واحد، يبقى واحد ناقص ناقص واحد اللي هي واحد زائد واحد، يبقى س اس 2 ادي زائد 2. ليه؟ لان س اس سالب واحد هتروح مع س اس سالب واحد، وبرده في المقام هنعمل كده، هناخد س اس سالب واحد. هنا برده دي س اسها واحد، واحد ناقص ناقص واحد اللي هو واحد زائد واحد، يبقى دي س اس 2، وس اس سالب واحد هتروح مع س اس سالب واحد يبقى زائد 4، فدي كده هتروح مع دي. فضل كده المقدار ده. اقدر اعوض تعويض مباشر؟ طبعا يا باشمهندس دي كده هتروح لما اعوض عن السين بصفر، ودي كده هتروح هيفضل لي 2 على 4 اللي هي اختصارها في الاخير بيساوي نص. يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت داله س بتساوي س اس 3 زائد 7، انا عايز منك الداله العكسيه لسالب 1. خلي بالك دي دال سالب 1، يبقى انت مبدئيا لازم تجيب الداله العكسيه وبعد كده تعوض بسالب 1. احنا عارفين ان داله س دي اللي هي ص، وادي بيساوي س اس 3 زائد 7. هشيل بقى اجيب العكسيه، الص ده اخليها س والس ده اخليها ص، ادي زائد 7، وادي ال 7 الناحيه الثانيه، يبقى ص اس 3 بيساوي س ناقص 7. خد الجذر التكعيبي للطرفين عشان تخلص من اس 3، ده يروح مع ده، يبقى دي ص بيساوي الجذر التكعيبي لس ناقص 7. خلي بالك دي اللي احنا جبناها مين؟ اللي هي الداله العكسيه بتاعت الس. جميل. انا هنا بقى هعوض بسالب واحد، هو ده المطلوب، فاقول له بقى عوض بسالب واحد، يبقى دي الجذر التكعيبي، هشيل السين واحط سالب واحد، وادي سالب 7، يعني بتساوي الجذر التكعيبي دي سالب 7، واحد وسالب 7 يعني سالب 8، يعني في الاخير بيساوي سالب 2، ويبقى الاجابه بتاعتي سالب 2 اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لك كل الدوال المعرفه بالقواعد الاتيه ليست احاديه ما عدا دالة س بتساوي س تربيع. قلنا الدالة الزوجية الدالة التربيعية معذرة دايما مش أحادية. ليه؟ رسمتها يا باشمهندس في الأخير أدي كده أهي، اعمل اختبار خط أفقي هيقطعها في نقطتين، فدي دايما يا باشمهندس بالنسبة لي إيه؟ ليست أحادية. طب هو خلي بالك هو بيقول لك كله ليست أحادية ما عدا واحد، فدي كده ليست أحادية. طيب دالة س بتساوي 5، دي كده دالة ثابتة، خلي بالك دالة س اللي هي الصاد، فأنا هاجي يعني عند الخمسة وأعمل خط مستقيم. طب لو عملت اختبار خط افقي ده بص هيعدي عدد لا نهائي من النقط، يبقى دي برضه بالنسبه لي ليست احاديه. طب داله س بتساوي س زائد 2، دي داله خطيه، خلي بالك لما احط الس بصفر الصاد هتطلع ب 2 وليكن هنا كده، يبقى انا بالنسبه لي مثلا طبعا لما احط مثلا احط بقى الصاد بصفر يبقى الس بسالب 2 مثلا، احط الصاد بصفر يبقى الس بسالب 2 هنا كده، فتبقى رسمتها مثلا بالشكل ده كده. خلاص مهما كان كده عملت اختبار خط افقي برضه هيقطعها في نقطة واحدة، خلي بالك دي نقطة واحدة، يبقى دي بالنسبة لي هي اللي مش أحادية. دي هنا بالنسبة لي ده اللي س بتساوي مقياس الس برضه يا باشمهندس، المقياس بيبقى عامل شبه السبعة كده، هرسم خط اختبار خط افقي هيقطعها في نقطتين يبقى ليست أحادية. يبقى أنا بالنسبة لي الوحيدة الأحادية هو الاختيار رقم ج يا باشمهندس. والسؤال اللي بعده السؤال اللي بعد كده بيقول لي نهاية لما س تقترب من ما لا نهاية، 1 زائد 2 س تربيع ناقص س تكعيب. قلنا يا باشمهندس لما الاقي جمع وفي ما لا نهايه بعرف ان انا اخد عامل مشترك، لما الاقي ضرب اعمل ايه يا باشمهندس؟ تعويض مباشر. يبقى من هنا نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه، طبعا هعوض مباشر ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه اللي هو كميه غير معينه، هاخد اكبر س هنا عامل مشترك اللي هي س اس 3، هيفضل من هنا طبعا 1 على س اس 3 زائد 2 س تربيع على س اس 3 ناقص س اس 3 على س اس 3. جميل. ادي س اس 3 يا باشمهندس، طبعا ده شبه النظريه بصفر، س تربيع هيفضل هنا س برضو المقام س بصفر، في الاخير هيفضل ايه يا باشمهندس؟ هنا س تكعيب على س تكعيب بواحد، يعني هيفضل سالب واحد. عوض تعويض مباشر، طبعا ما لا نهايه اس 3 اللي هي ما لا نهايه مضروبه في سالب واحد، يعني عدد سالب يديك في الاخير سالب ما لا نهايه اللي هو الاختيار رقم ب يا باشمهندس. وتعال نشوف اللي بعده. نموذج سهل وبسيط جدا جدا. سؤال رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي المثلث س ص ع فيه س شرطة بكذا وص شرطة بكذا وقياس زاوية ع ب 2 على 3 باي. طب ما تيجي نجيب كده زاوية ع بيساوي 2 على 3 باي اللي هي 180،
التلاتة في الواحد على التلاتة في الستين يبقى اتنين في الستين ب120 درجة. جميل. هو عايز مني العين شرطة، خلي بالك أنا معايا ضلعين والزاوية اللي ما بينهم، فأقدر أجيب العين شرطة تربيع بيساوي س شرطة تربيع وص شرطة تربيع ناقص 2 س شرطة ص شرطة جتا الزاوية اللي هي جتا عين. س شرطة تربيع ب25 زائد 9 ناقص 2 في س شرطة ب5 في ص شرطة ب3 في جتا عين اللي هي جتا 120. جتا 120 اللي هي سالب نص على 2، هتروح مع ال 2 سالب في سالب بموجب. 25 و9 يبقى 34، خلي بالك دي بقت موجب، و5 و3 يبقى 15، يعني في الأخير بيساوي 49. خد الجذر يبقى العين شرطة جذر 49 بيساوي 7، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم أ هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي مجال الدالة د حيث د س بيساوي 1 على مقياس س زائد 3، قلنا مقياس زائد عدد موجود في المقام المجال ح. ليه؟ لأن المقياس دايما هيطلع لي كمية موجبة، كمية موجبة زائد عدد موجب، فدايما المقام هيبقى عدد موجب حتى لو السين بصفر، حتى لو السين بصفر، ما هو مقياس الصفر بصفر زائد 3 يبقى تلت، يبقى أنا بالنسبة لي المجال هنا ح، وقلناها في أول حصة مراجعة. السؤال اللي بعده بيقول لي نقطة رأس المنحنى ده اللي السين بيساوي، طبعا ده سهل جدا يا باشمهندس، هصفر القوس بتاع السين، سين زائد 3 بيساوي صفر، السين هتطلع بسالب 3. هاخد الإزاحة الأفق الرأسية زي ما هي يبقى سالب 2، يبقى نقطة رأس المنحنى سالب 3 وسالب 2 اللي هو الاختيار رقم د يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي لوغاريتم جتا سيتا زائد لوغاريتم قوس سيتا، خلي بالك يا باشمهندس إن هنا لوغاريتم الجمع بتحول لضرب، يبقى ده لوغاريتم آدي جتا سيتا في القوس سيتا اللي هي 1 على جتا سيتا، هنا الجتا سيتا هتروح مع الجتا سيتا يعني لوغاريتم 1. طب ما احنا عارفين من الخواص يا باشمهندس ان لوغاريتم 1 بيساوي كام؟ بيساوي 0، يبقى انا بالنسبه لي الاختيار رقم ب هو الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي مجموعه حل المتباينه، خلي بالك دي متباينه اكبر من، فبناخد ما داخل المتباينه سواء هترتبه او سواء هتسيبه زي ما هو، يعني انت ممكن تكتبه ده 3 س ناقص 2، والصيغه دي الناس كتير بتحبها يعني، او تسيبه زي ما هو يطلع لك نفس الناتج. ادي 3 س ناقص 2 هاخدها اكبر من او يساوي 7، واخد برضه يا باشمهندس بالنسبه لي 3 س ناقص 2 اقل من او يساوي ايه؟ سالب 7. طيب من هنا يا باشمهندس 3 س اكبر من او يساوي، ودي الاثنين الناحيه الثانيه 2 و7 9، ودي س اكبر من او يساوي 9 3 فيها ال 3، وخليها دلوقتي على جنب. طب من هنا ادي 3 س اقل من او يساوي، ودي السالب 2 تبقى موجب 2 وسالب 7 سالب 5، اقسم على ال 3 يبقى س اقل من سالب 5 على 3. قلنا متباينه الاكبر من دايما مجموعه الحل ح ما عدا، اكتب لي العدد الصغير والعدد الكبير، خلي بالك طالما هنا يا باشمهندس في يساوي بنعكس، لان الفرق ده بيعكس يبقى دي مفتوحه، وفي هنا برضو يساوي يبقى دي مفتوحه، يبقى ح ما عدا الفتره المفتوحه من سالب 5 على 3 و3 اللي هو الاختيار رقم ج يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان منحنى الداله د حيث د س بيساوي الكلام ده، حليناها كتير جدا جدا، تعالى يا باشمهندس يلا. قلنا ده عباره عن زوج مرتب دي س ودي ص، طبعا داله س اللي هي الصاد، فاشيل الصاد واحط مكانها سالب نص، هيساوي ادي لوغاريتم اساسه 4 1 ناقص الالف في السين، خلي بالك السين اللي هي بتمن، يبقى دي تمن الف. جميل. يبقى 1 ناقص تمن الف بيساوي ده أس ده، يبقى 4 أس سالب نص. طب ما تيجي كده نشوف يا باشمهندس، 4 أس سالب نص 4 أس سالب 5 من 10 طلعت بنص، يبقى دي كده بنص. جميل. ودي التمن ألف الناحية التانية يبقى ده تمن ألف، ودي النص الناحية التانية يبقى 1 ناقص نص اللي هو نص. طب ما تيجي كده نختصر على 2 في 1 على 2 في 4، يبقى ربع ألف بيساوي 1، اضرب هنا في 4 واضرب هنا في 4، دي هتروح يبقى الالف بيساوي 1 في 4 يساوي 4 اللي هو الاختيار رقم ايه يا باشمهندس؟ رقم ج. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي يا باشمهندس اذا كانت داله س بتساوي 3 اس س فان قيمه س لا تتحقق المعادله. داله الس زائد 1 ادي ال 3، هشيل الس دي واحط س زائد 1 ناقص ادي ال 3 برضه، هشيل الس واحط س ناقص 1، كل ده بيساوي كام؟ 24. خلي بالك قلنا لما الاس يبقى شبه الاس عامل مشترك، لما ده يبقى ضعف ده يبقى تحليل. طب ما ده يا باشمهندس شبه ده يبقى انا عامل ايه؟ عامل مشترك. ادي اخد التلاتة اس س، ممكن اخد ناقص واحد هو بالنسبة لي الصغير، ممكن اخد التلاتة اس س مش هتفرق معايا الاتنين صح، فانت براحتك في المسألة. تعالى مثلا ناخد
ادي س ناقص 1 اللي هو الصغير. بس خلي بالك بقى وانت بتطرح ازاي، خلي بالك دي س زائد 1 على س ناقص 1، عشان اخدت عامل مشترك الس كده كده هتروح مع الس. ما هو بص عند القسمه بنطرح الاسس، بص دي س زائد 1 ناقص ادي س وادي ناقص 1، ادي س زائد 1 وادي سالب س وادي موجب 1، فدي هتروح مع دي يبقى يفضل لي 3 اس 2، وديت شبه دي يبقى ناقص 1، كل ده بيساوي كام؟ 24. جميل، ادي 3 اس س ناقص 1، 3 اس 2 ب 9 ناقص 1 اللي هي ب 8 بيساوي كام؟ 24 على 8 فال 1 على 8 فال 3، اصبح ان 3 اس س ناقص 1 بيساوي 3، ودي اساسا الاس بتاعها بواحد، اساس بيساوي اساس، الاس بيساوي الاس، يبقى س ناقص 1 بيساوي 1، ودي الواحد الناحية التانية يبقى س تساوي كام؟ 2. يبقى بالنسبة للاختيار رقم أ هو الصح. في ناس تانية تحلها تاخد التلاتة أس س عامل مشترك برضه صح، والمسألة صح جدا ما تقلقش. السؤال رقم 16 بيقول لي محور تماثل الدالة دال س بيساوي س تربيع، خلي بالك دي دالة كده تربيعية، في الصورة القياسية والمعامل بتاع س تربيع موجب فبتبقى عاملة كده. فمحور التماثل بتاعي هو بالنسبة لي محور الساط أو نقطة تصل منحنى صفر وصفر. دايما الاحداث الس ده هو معادلة محور التماثل. طب معادلة محور التماثل بتاعة الصاد هو ايه؟ كنا بنعكس يا باشمهندس، مش انا بتكلم عن الصاد يبقى الس بتساوي صفر، طب بتكلم عن السينات يبقى صاد بتساوي صفر، يعني ده معادلة محور السينات وده معادلة محور الصاد. جميل جميل، نشوف اللي بعد كده. الورقة دي تمام ماشي. السؤال رقم 17 يا باشمهندس بيقول لي في جميع العلاقات التالية تكون ص دالة امتى؟ مع عدد. قلنا ص دالة يبقى الأس بتاعها فردي، دي أسها فردي دالة، دي أسها فردي دالة، دي أسها فردي دالة. هنا الص تربيع دي ليست دالة على طول اللي هو الاختيار رقم د. السؤال رقم 18 بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج قائم الزاوية ومتساوي الساقين. ماشي شكرا. مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. تعال نسميه ماشي. فبيقول لي نقي طول نصف قطر الدائرة المرة برؤوسه فإن مساحة المثلث أ ب ج. جميل. طيب مش أنت متساوي الساقين، لو سميت الضلع ده س يبقى الضلع ده س، يبقى الوتر على طول من فيثاغورس جذر 2 س، دي خاصية. لو المثلث قائم متساوي الساقين، لو مثلا دي 5 ودي 5 يبقى دي 5 جذر 2 وهكذا. جميل. طيب أنا دلوقتي عايز يا باشمهندس نصف قطر الدائرة المرة برؤوسه، وأنا لو جيت رسمت دايرة كده مرة برؤوسه بالشكل ده هيبقى بالنسبة لي، خلي بالك دي خاصية مهمة جدا خدناها في تالتة اعدادي، دلوقتي القطر ده اهو شايف ده كده اللي هو الوتر بتاع المثلث القائم هيبقى قطر الدايرة اللي احنا هنعملها، وخلي بالك دي خاصية مهمة جدا جدا، ودايما المركز بيبقى في منتصف الوتر. جميل. يعني انا بالنسبة لي ده كده نق وده كده نق، طب ما انا الضلع كله بالنسبة لي جذر 2 س يبقى يساوي دي نق ودي نق يعني 2 نق. طب معلش انا عايز اجيب السين، طب ما خلاص سهلة، على جذر 2 فال 1 على جذر 2 يبقى فيها جذر 2، يبقى بالنسبة لي ان سين بيساوي جذر 2 نق، خلي بالك سين دي اللي هي طول الضلع، طب انا عايز المساحة، هستخدم قانون المساحة العادي، نص القاعدة في الارتفاع يبقى نص القاعدة اللي هي سين بجذر 2 نق، في الارتفاع اللي هو سين برضو ادي جذر 2 نق، جذر 2 في جذر 2 ب 2، خلي بالك دي كده باتنين والنص هيشيل الاتنين يبقى نق في نق بنق تربيع. الاختيار رقم ج، ودي يعتبر اسهل واحلى مساله في النموذج ده. السؤال اللي بعده بيقول لي نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه، برضه مكمل يا باشمهندس في فكره ان هو هيجيب لك جمع. قلنا يا باشمهندس الجمع بالنسبه لي هاخد عامل مشترك، ولكن هنا انا خدت اس سالب فده بالنسبه لي اسهل من العامل المشترك. ازاي؟ تعالى هوريك. ادي نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه، ادي 5 سين أس سالب 1 اللي هي 1 على س ناقص ادي الاتنين سين أس سالب 2 اللي هي سين أس 2، ده شبه النظريه وده شبه النظريه، يبقى دي بالنسبه لي نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه بقت 5، خلي بالك دي داله ثابته، داله ثابته ونهايه الداله الثابته بقيمتها، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هو رقم ايه يا باشمهندس؟ رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول لي كل الدوال الاتيه زوجيه ما عدا واحده. ماشي. الدالة الجا فرديه، دالة الجتا زوجية، دي دالة زوجية ودالة المقياس زوجية، يبقى أنا بالنسبة لي كله طبعا ما عدا الاختيار رقم أ، ودي المفروض إن أنت تبقى عارف. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان ج شرطة بيساوي ج شرطة تربيع، أ شرطة تربيع وب شرطة تربيع زائد أ شرطة ب شرطة، فبيقول لي أنا عايز منك قياس زاوية ج يا باشمهندس. طيب
انا بالنسبه لي اصلا ج شرطه بتساوي ايه؟ ج شرطه تربيع في الاساس بتساوي ايه؟ تعال نشوف كده. ا شرطه تربيع وب شرطه تربيع ناقص 2 ا شرطه ب شرطه جتا الزاويه اللي هي جتا ج. طب ما تيجي كده نشيل دي ونعوض بيها هنا، يبقى دي ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص 2 ا شرطه ب شرطه جتا ج. كل ده بيساوي ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع زائد ا شرطه ب شرطه. انا شلت الج شرطه تربيع وحطيت مكانها قيمتها. طب ما ده ألف شرطة تربيع هيروح مع ده شكرا، ده كده هيروح مع ده شكرا، أصبح سالب 2 ألف شرطة باء شرطة جتا ج بيساوي ألف شرطة باء شرطة. طب ما ألف شرطة يروح مع باء شرطة والألف شرطة مع باء شرطة، صح؟ أصبح إن جتا ج خلي بالك هنا بيساوي واحد أهو، لأن ده بقت فاضي، أدي واحد على سالب 2 اللي هي سالب نص. إيه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بسالب نص كلنا حافظينها بكام؟ ب 120 درجة، اللي هو الاختيار رقم د يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت دالة س ناقص 1 بتساوي 2 أس س زائد 1، عايز مني دالة س يا باشمهندس. خلي بالك إن دالة س ناقص 1 بتساوي إيه؟ بتساوي في الأساس 2 أس س زائد 1. خلي بالك هو هنا كان طارح من الس، هو عايز بقى مني دالة الس، صح؟ طب مش هو دالة الس يعني يعتبر زود 1 هنا يا باشمهندس، فكل اللي أعمله هزود 1 في الأس. خلي بالك دي س ناقص 1، عشان تبقى س زود 1. فالواحد راح مع السالب واحد فضل لي س، فدي س زائد واحد هزود عليها واحد، يبقى بالنسبه لي 2 اس س زائد 1 و1 يبقى 2، يبقى 2 اس س زائد 2 اللي هو الاختيار رقم ج. مساله سهله ومباشره جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه. طبعا اعوض تعويض مباشر ما لا نهايه على ما لا نهايه كميه غير معينه. طبعا درجه البسط هي درجه المقام، فهاخد معامل اكبر س اللي هو 3 على معامل اكبر س تحت اللي هو 1 بحالته. حالته ان هو مرفوع اس 4 يبقى 3 اس 4 اللي هي 9 في 2 اللي هي 81. طب عايز تعملها بخطوات؟ الموضوع بسيط جدا. اقسم على اكبر س موجوده في المقام. ادي 3 س تربيع على س تربيع زائد 2 س على س تربيع زائد 1 على س تربيع، كل الكلام ده على س تربيع على س تربيع، ناقص 3 س على س تربيع زائد 2 على س تربيع، كل ده اس 4 يا باشمهندس. جميل جميل. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس اشتغل بطريقه سهله جدا. ازاي؟ اي حاجه مقامها س هتروح، دي كده هتروح ودي هتروح، ودي س هيبقى مقامها س، وادي برضو مقامها س راحت، دي كده هتروح مع دي فضل 3، ودي هتروح مع دي فضل 1، يبقى 3 على 1 الكل اس 4 اللي هي 81. وزي ما عملتها بمجرد النظر انت تعملها في الامتحان طول ما هي مساله اختر بالنسبه لك. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي نهايه لما س تقترب من 2 جا س ناقص 2. ماشي، س تربيع ناقص 4 طبعا انا اخليها س ناقص 2 لان الجا محتاجه قوس شبه مضروبه، دي خليها النهايه الواحده اهو، واعمل نهايه ثانيه نهايه س تقترب من 2 1 على س زائد 2، لان دي كده شبه النظريه معامل على معامل يديك 1 فيه. هنا ادي 1، الس تقترب من 2 اعوض هنا ب 2 يبقى 1 على 2 زائد 2 اللي هو ربع، 1 في ربع يديك كام؟ ربع يا باشمهندس. يبقى بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار الصح بكل بساطه. اللي بعده السؤال بعد كده بيقول لي الدوال الآتية متصلة في ح، طالما متصلة يبقى مجالها ح، الجا س كده في الصورة القياسية مجالها ح، دي كده بالنسبة لي برضه دالة تربيع، دالة كسرة حدود مجالها ح، دي دالة كسرية والمقام حاجة تربيع زائد عدد، خلي بالك دي دايما هيديك موجب، يبقى دي برضه مجالها ح، قلناها في أول حصة. الظا س بقى دي ليست متصلة، ولو أنت عارف رسمتها الموضوع سهل. رسمة الظا بتبقى عاملة كده، بص تبقى عامله يعني ايه فرع عامل كده، وبعدين بقى عند الباي اللي هي 180 بتلاقي ام جاي فرع كده، طبعا الناحيه الثانيه عند سالب باي هتلاقي فرع جاي كده، فهي بتبقى عامله زي الموجه كده، طبعا بعدها 2 باي بتبقى 2 باي بتبقى هكذا. فالداله دي طبعا عمرها ما تبقى متصله ولو انت عارف رسمه الظا. طب رسمه الجه، رسمه الجه كانت بتبقى عامله كده قبه وقاع قبه وقاع، فبتبقى متصله كده بالنسبه لك على طول خلاص. ورسمه الجتا برده شبهها بس ما بتبداش من الصفر، بتبدا من هنا كده وتكمل بقى معاك خلاص. فدي رسمه الجا ودي رسمه الجتا ودي رسمه الظا. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث ا ب ج اذا كان جتا ب بيساوي ج شرطه على 2 ا شرطه، فان المثلث ا ب ج فيه ايه؟ اي واحده من دول تنفع. اقول له والله الموضوع صح، مش انت جبت لي جتا ب فانا عوض لك بقانون، دايما اول ما اجيب لك عوض بقانون. طبعا دي جتا ب يبقى ا شرطه تربيع وب يبقى ج شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع لان هي جتا ب على 2 في ألف شرطة في جيم شرطة، كل ده بيساوي جيم شرطة على 2 ألف شرطة، صح؟ الاتنين دي تروح مع الاتنين والألف شرطة يروح مع الألف شرطة،
تيجي نضرب مقص، يلا يبقى ألف شرطة تربيع وجيم شرطة تربيع ناقص باء شرطة تربيع هيساوي جيم شرطة وجيم شرطة جيم شرطة تربيع. طب ما دي برضو هتروح مع دي، فضل لي ألف شرطة تربيع، ما تودي السالب باء شرطة تربيع الناحية التانية، يبقى دي باء شرطة تربيع. طب ما تاخد الجذر كده للطرفين، ده هتروح مع ده وده هتروح مع ده، خلي بالك دي أطول فمش هناخد السالب. يبقى ألف شرطة بيساوي إيه في الأخير؟ باء شرطة. يبقى طلع لي إن ألف شرطة بيساوي باء شرطة اللي هو الاختيار رقم ده يا باشمهندس. تعال نشوف اللي بعده. سؤال رقم 27 بيقول لي إذا كانت دالة س دي متصلة، بس متصلة فين؟ خلي بالك، لا هو ما قالوش متصلة، مش عارف أنا جبت متصلة منين. إذا كانت دالة س بتساوي دي دالة مجزأة المجال والنهاية موجودة عند س بيساوي 3 وقيمتها بيساوي 16. خلي بالك معنى إن النهاية موجودة يعني دالة التلاتة يمين بتساوي دالة التلاتة شمال. خلاص، دالة التلاتة يمين يعني س أكبر من 3، دي طبعا دالة كسيرة حدود عوض تعوض مباشر. 3 في 3 أس 2 اللي هي 9، يبقى 3 في 9 ب 27 زائد أ س اللي هي 3 أ ناقص الاتنين، خلي بالك بتساوي دالة التلاتة شمال. أنا هنا أعوض يا باشمهندس بالنسبة لي عن 3، يبقى 2 في 3 في 6 زائد الباء، كل ده في الأخير سوى 16. فآخد الأول ده سويه بال 16، 27 ناقص 2 يبقى 25 زائد 3 أ بيساوي 16، ومن هنا إن 6 زائد الباء بتساوي 16. من هنا طبعا ان الباء ب 10 دي سهله جدا. طيب من هنا ودي ال 25 الناحيه الثانيه، يبقى 3 ا بيساوي 16 ناقص 25 اللي هي سالب 9، اقسم على 3 يبقى ال ا بسالب 3. يبقى ال ا بسالب 3 والباء ب 10، وعايز مني ال ا زائد باء، يبقى 10 ناقص 3 يبقى بالنسبه لي 7 يا باشمهندس، اللي هو الاختيار رقم د بكل بساطه. السؤال رقم 28 بيقول لي في المثلث ا باء ج ج شرطه مضروبة في الكلام ده بيساوي كام يا باشمهندس؟ ماشي حاضر، أنا هضرب الجيم شرطة في الكلام ده إزاي؟ حليناها قبل كده على فكرة، جيم شرطة أ شرطة جتا باء ضربتها في القوس، وبعد كده جيم شرطة باء شرطة جتا أ، جميل. طيب أنا دلوقتي يا باشمهندس ده اللي طلع لي كده هعمل فيه إيه؟ تعالى كده نشوف، مش أنا معايا جتا باء وجتا أ؟ قلت لك لما تشوف الجتا فكها. يبقى دي جيم شرطة أ شرطة في جتا باء، خلي بالك دي جتا باء، يبقى معايا أ شرطة تربيع وجيم شرطة تربيع ناقص باء شرطة تربيع على 2 في أ شرطة في ج شرطة، ملاحظ إيه؟ دي كده شكرا مع دي، زائد ج شرطة باء شرطة، جتا أ بالنسبة لي، خلي بالك بقى باء شرطة تربيع وج شرطة تربيع ناقص أ شرطة تربيع على 2 باء شرطة ج شرطة، طب ما دي كده شكرا مع دي، خلي بالك ده أصبح مقامها 2 ودي مقامها 2، يبقى المقام بتوحد باتنين، أ شرطة تربيع وسالب أ شرطة تربيع راحوا مع بعض. ج شرطة تربيع وج شرطة كمان تربيع يبقى 2 ج شرطة تربيع، سالب باء شرطة تربيع وباء شرطة تربيع شكرا راحوا مع بعض، الاتنين هتروح مع الاتنين يبقى يفضل لي ج شرطة تربيع. يبقى في الأخير الاختيار بتاعي ج شرطة تربيع اللي هو الاختيار رقم باء يا باشمهندس. خلاص بكده يا باشمهندس يبقى خلصنا النموذج رقم 3 من نماذج الاختيار المتعدد، ويبقى فاضل لنا 2 بس هننزلهم مع حصص المراجعة بإذن الله، وهما تمرين كويس جدا جدا ليك، ولو نزل لك مراجعة نهائية ما تقلقش هجيبها لك ونبدأ نحل فيها إن شاء الله. أتمنى أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا.